طويلة وربي يشافي الرئيس تاعنا إن شاء الله، ونتمنى لمسعد أن يسخر لها الله سبحانه وتعالى رجالا يخرجوها مما هي عليه من هذه الظروف الصعبة والصعبة جدا، ونتمنى للشباب وخاصة الشباب حال الوقت أن يتحمل أو أن يستلم المشعل ليبني هذه المدينة التي بناها الأوائل، وكانت مدينة عندما يحكي لنا الشيوخ السابقون في هذه المدينة يحكوا لنا بأنها كانت مدينة، والآن الكل يجمع بأن المسعد أصبحت قرية كبيرة. نتمنى أن لا نبقى في هذا المصطلح الذي لا نحبه، أن تكون مدينتنا مسعد مدينة العلم والعلماء التي يسمونها في الشيوخ، الشيوخ عارفينها، نسوخ مسعد بكري يقولوا نسوخ مسعد، داخل إلى مسعد يسمع قراءة القرآن في كل الزوايا وفي كل أركان مدينة مسعد. اليوم أصبحت مسعد والشباب لهم يشاطرون الرأي والكل متضمر، نقول عليها قرية. نتمنى أن هذه القرية إن شاء الله تكون مدينة وتكون ولاية منتدبة فعلا. تفضل الشيخ. شكرا لك أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين. أبتدئ بها قولي وأرفع بها توكيلي إلى الله عز في ملكه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأبناء الأفاضل، أشكركم جزيل الشكر على هذه اللفتة الطيبة، تكريما لبعضنا البعض واحتراما وتقديرا لبعضنا البعض. فالتلميذ والابن يحترم الأب والأستاذ، والأستاذ والأب يبجل ويوجه ويحمل كل الخير في طيات قلبه لابنه أو تلميذه. إذا كي تكون خير مبادرة، وإن كنت لست ملما بحيثياتها، مبادرة يظهر أنها في بداية خيرية رياضية خيرية، وفي ختامها تربوية اجتماعية مسعدية. إذا مسعد تزخر أو زخرت في السابق بعظماء من العلماء ورجالات السياسة والدين وغيرها، وللأسف الشديد هوت بنا الأقدار فأصبح يسود مسعد ويحكمها شرارها. بعدما لفظت خيارها مسعد حكمت الآن، ولا أقصد الجميع بل أقصد الأغلبية من الحاكمين، شرار لا خيار. مسعد يحبها الآن، يحكمها من يحبها ببطنه لا بقلبه، وهذه المشكلة كبيرة، لأن الحب فرق، لأن الحب البطني أو يختلف كثيرا عن الحب القلبي.